قبل الاجتماع بغيرها او قبل تكميل مع الحوش. يوجد هناك حق الانسان كبير عند اهلهم، حق الانسان كبير ووطن واحد ذو حصص عديده الاراضي الدوليه والاقوال الشمسيه والقوه كذا والمعاصي على مراتب متعدده والى اخره. ولا الفرصه القوه الثانيه هي الثوره الهيبه الدنيويه الاربعه، القوه الجيشيه التي هم مجلس النواب والشيوخ، والقوه التنفيذيه التي هم مجلس الوزراء والحكومه، والقوه الثالثه القضاء والقانون، والقوة الرابعة الصحافة والإعلام. فإن محدش يعتبر أنا أقوى من زرع الرئيسي فيه. محدش يعتبر. بالنسبة لي للقانون الذي القضاء يحتضن أولا، ليس كل القوانين قضائية القانون الدولي ليس قضاء هذا معنى. لكن الجملة من مواد القانون تنزل بالقضاء. ليس عن عائلة، ليس في واقعنا المعاصرة العالمية كل العالم مؤمن به ونحن معلمة منها. ابن سلام القوم، ابن سلام فيه. ايوه. فاليوم العالم علما وإلا فعليه على الصفة. معروفة. إن التجارة موقف بيننا وبين الله. وموقف بيننا وبين القرن. وبين بيننا وبين الدنيا. فما بيننا وبين الله نحن على حق، لان النظام العادي الحقيقي عنده سواء على مستوى الحكم الواقع او على مستوى الحكم الواقع النظام المبرم للذمه 100% هو موجود عنده بس، وليس القانون مبرم للذمه وليست النباتات للذمه وليست الاختيار المبرم للذمه الا الحق الذي نعتقد فيه وهذا صحيح، وهو يكفي ايضا للدنيا والاخره وهذا صحيح، ولا حاجه الى ان ننظر إلى مادة قانونية أصلاً هذا صحيح. يعني داخل الجنة سواء كان ناقش القانون الدولي أو لم يناقش القانون الدولي. لا. هذا الكلام ليس في حاجة. المسألة بالضبط مثل المعروف بالنسبة إلى العلوم الحديثة، وربما جاءت بعلوم نظرية وعلوم عملية. شيء مصطلح كثر من عقل النظر في الفيزياء والكيمياء والطب والفلك والبيولوجيا وغيرها. شيء كثر من عقل العقل هو القلب دائما ولا تعمل ابعد واقول كل ذلك مسؤوليه الحفظ ليس كثر من ذلك بل يبقى العلم من عقل وكيف ذلك يبقى العلم من عمل واذا ما عليه نفسه يعني انا هذا من ناحيه عمليه لا اعرف الاطلاق انا ما اطلعت الى سبحانه وتعالى لكن من ناحيه اثر الناس فيه وأنا أقول أن تأثر الناس بالقانون أكثر بكثير أو لا يساوي تأثرهم بالعلم الحالي، احترامهم للقانون يساوي احترامهم للعلم الحالي. أولاً، العلم الحالي مثل الدولة هي قانون تجارة المؤمنون، لكن القانون عليه يستطيع أن يتزوج على أثاره أنه ألف على أثاره، أنه كيلو ملل، ليس صرف، أنه داعي ومشهور وجامع ومشي عليه وكذا وكذا وكذا، كل موجود. ضرب وأقول أن أعترف بشريعة الله وأعترف بشريعة الخالقة لله سبحانه وتعالى هي كانت مستوى أو أنه أنا ليس أو أنه أخرج فوز أولادنا يأثرون بمثل هذه الأمور ويحترمونها الأمم المتحدة بل شيء شبح كبير جدا مثل الإسلام شبح كبير جدا مثل شبح الزنا شبح كبير جدا لأن أنه أمام الله ليس شيء عند الله إنما هي من رفيق بيت عن مرفيق بيت كيف في مسألتين تتحرك ليس أكثر من ذلك أمام الله لكنه كان بل الدول بل الدول مهما قل كلامنا ومهما رمز كلامنا ليس إلا بصراحة كبيرة ولو بصراحة كبيرة أو لبعض الناس الذين يكفون بنا أو نثق بهم بلا كان نزل بك شيئا أما أن يدار على ميتة
大的一个大的我看你是关系啊对不对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 对不قال لي انني كنت ارى المحارم كنت هيك وكنت ساكن فالله تعالى مر ابني بالنار بس جعلني مهند فوق النار هذا رحمه لازم Gracias.
إمكانا لهداية الناس. إذا كان خروج موجب الخروج من العدالة لا يحق. السلام عليكم. السلام عليكم. أغادي مشتاقين. أهلا وسهلا. كان الله في عونك بس هذا التصوير حوالي نص ساعة. أفضل. المحاشي اكو مثل يقول لك من حول حواشي ما حواشي.